الجرجير ده من اعظم الاختراعات للوش قصدي للشعر وللاكل. هنعمل ايه؟ هنعمل ماسك الجرجير. حلو. ماسك الجرجير بالخميره سريعه التحضير. ماسك غريب شويه ومختلف لكنه سهل جدا والانجريدينتس بتاعته متوفره في خميرة ومش غاليه. دلوقتي تحط على الوش ما انا عارفه في منتجات تحطيها معموله من الخميره. صح. بالمناسبه مفيده جدا للبشره. يعني في منتج معمول من الخميره. عارفه شيري الخميره دي ما بتحطيها على الوش الحتت اللي هنا دي وكده بتنفخ الوش سنه. بس خلي بالك ولازم تختبروا الخميره بالذات لان الخميره فيها بكتيريا. اي نعم هي مفيده جدا جدا سواء كناها او سواء استخدمناها على البشره. دي معموله كريم مخصوص. لكن في منتجات معموله في المعمل. ده منتج معموله من الخميره. ممكن تسالوا عليها. لطيف. لكن هتستخدموها كده لازم تنتبهوا وتعملوا اختبار. انا شخصيا الخميره بتعمل هنا موقف لان ده ايه اللي هنا ده. انا قطفت الورق بتاع الجرجير. ماشي. ادي عملتي حزمه. حطفت حزمه حلوه كده يعني. هاخد معلقتين خميره سريعه التحضير صغيرين واحط عليهم شويه ميه. حلو. ومن الحاجات المهمه جدا في الماسك ده ان انتوا لازم الاول تدوبوا الخميره بره الخليط. طبعا. لانها لو ما دابتش وضربتوهم كلهم مع بعض مش هتستفيد بيها. لا وبعدين هتفرول على الراس جامد. دي طبعا الخميره مش هنحط لها شويه سكر عشان تشتغل ولا الكلام ده بيحصل في العجين. الكلام فاضي خالص. اي طبعا. والله في العجين. في العجين. انا هستعمل المكان ده. ماشي. عشان هو اوسع شويه. يا ريت. عشان اعرف اخلط فيه. تزودي شيري. ايوه كمان. انت حاطه قد ايه الخميره سريعه التحضير؟ حطيتي معلقتين ثلاثه مثلا؟ لا معلقتين ثلاثه كتير. معلقه كبيره؟ معلقه كبيره او معلقه ونص صغيره. معلقه اكل يعني. صح. هندوبهم بقى. اي تدوب بقى. بس هي دابت كده خلاص. انا هحطها دلوقتي تتضرب في الخلاط. هحط الجرجير. جميل الجرجير قوي. يتاكل ويتحط على الشعر. هو من احلى الحاجات للشعر عامه. انا ولو اكل صلصه حلوه للشعر وهنحط هدي ليلى عليها. ده جوز هند. وهنحط زيت جوز هند. ده زيت جوز هند. انا بحب زيت الجوز هند مع الشعر قوي. من اكتر الزيوت. وهحط. بصوا يا جماعه بقى الخميره ليها فوائد كتير جدا على فكره. بس انت ما دوبتيش قوي. انا شايفه ما هي هتتضرب كلها مع بعضها. بتعزز نمو الشعر. تخلي الشعر قوي. يعني الخصله بتطلع قويه والجذور بتبقى قويه. دابت كويس. محتاجه شويه. بصي بقى ممكن في الكبير ده بالعرض. اعكسي. ايوه كده ممكن تكه. بصوا كده القوام ده كويس يا هيدي. القوام ده كويس اهو. نعمل ايه بقى؟ تمام خلاص. انا كده خلطت مش لا المعلقه كبيره عندك الخميره. خلطت الخميره زيت الجوز الهند والجرجير. جميل. ده عامل زي الميه شويه. هو مش تقيل. مش زي الكريم. هو اخف شويه. يتحط على الشعر. على الوش ولا على الشعر؟ ده ماسك شعر. ده ماسك شعر. ده ماسك للشعر. الخميره احطها على شعر؟ طبعا. ما بقولك ده ماسك مختلف شويه. ده ماسك للشعر. والله بيتحط على الشعر. تحطيه نص ساعه 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 ونص على قد ما تقدري على فكره. اصل المكونات الطبيعيه ما فيهاش مشكله. ده يعمل ايه بقى؟ اولا الجرجير بيلمع الشعر طبعا جدا ويطري. بيقوي الشعر جدا ويطري الشعر جدا. الخميره بتساعد على نمو الشعر وبتعزز بصيلات الشعر وبتخلي الشعر يطلع تخين وقوي ومتماسك. وزيت الجوز هند لحدث ولا حرج. يعني من احلى الزيوت للشعر. انا طب لو تضيفي عليه زيوت تانية ولا بس جوز هند؟ يعني هي الحاله كده. كتير قوي الزيوت دي بتبقى تقيله على الشعر. كفايه نوع واحد. يعني انا شايفه بقى ان احنا ممكن نحطه على شعرنا ندي الشعر شويه. مش لازم يبقى بلول قوي قوي. يبقى مندي ونحطه على الشعر ونلمه ونلبس بونيه. البونيه اللي هو بالكهرباء. ولو مش بالكهرباء بونيه. هو اوريدي شعرك لما بتحطي بونيه بلاستيك انت حراره جسمك بتتخزن جوه البونيه. فلو حطيتي ايدك على البونيه حتى لو هو مش كهرباء حطيتي ايدك على البونيه بتاع الشاور هتلاقيه دافي لان حراره جسمك بتتخزن جواه. تقعدي بيه ساعه. بس ممكن احطه على وشي ده الماسك ده؟ لا انا ما اعرفش. ماسك خميره بالجرجير ده خلينا في الشعر. ده ماسك مخصوص للشعر.